سلام البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم ابداعات فيفي. ان شاء الله حبيباتي ملاكم كامل بخير. اذا الموضوع تاعنا تاع نهار اليوم راح يكون على ان بول تاع صوف، يعني من قماش لاكوت. هاد لي بول هادو راهم على مود، يعني يكون تريكو طويل حتى للاسفل، يلبسوا المحجبات وحتى غير المحجبات. راح نديره لكم بطريقه سهله جدا، بدون باترون بدون حسابات، وراح يكون ستاندر، يعني نلبس لكم من لاطاي اس حتى لاطاي دوبل اكس ال، وتقدروا تنتهزوا الفرصه وتخدموه كمشروع لانه غير مكلف، والباترون تاعو ايضا سهل جدا. اذا انا القماش هذا تاع لاكوت شريته ب 30 للمتر لانه سولد يعني، ولكن سعر البيع تاعو يختلف من منطقه الى منطقه. قبل ما نبداو حبيباتي في درسنا تاع نهار اليوم، حبيت فقط نوضح لكم، راني حاطه الكتب قدامي. اذا عندي كتاب دوره الحجابات وكتاب دوره الملابس الداخليه. البارح كنت صورتهم هكذا فقط، حطيتهم في الصفحة الخاصة بهذه القناة. جوني بزاف تساؤلات اسكو راني نبيع فيهم وحدهم ولا تابعين للدورة. اذا حبيباتي هاد الكتب هادو راهم تابعين للدورات، لانه ما نقدرش نبيع لكم كتاب كيما هكا فيه باترونات خاصة بالكورساج وانتم ما قريتوش الكورساج. اذا لازم باش تفهموا هذا الكتاب هذا لازم يكون عندكم الفيديوهات دائما ترجعوا لهم كمرجع باش تقدروا تفهموا الباترونات اللي راهي في هاد الكتب. اذا كنت وعدتكم باللي كان طبعهم راح نوريهم لكم هكذا باه ما طيحوش ضحيه لعمليه نصب واحتيال، لانه بزاف من المراكز والمدارس المعروفه راهم يدخلوا معايا للدورات، ولا يبعثوا حايد يدخلوا معايا للدورات يديو هاد الكتب هادو ويعاودوا يقريو بهم للاسف. اذا لهنا شوفوا هاوليكم خاصه الكتاب تاع دوره الملابس الداخليه لانه كتاب كبير وفيه 3 اجزاء. اذا انا في الدوره كنت مديت لهم كتاب الكتروني على شكل PDF وهما يخرجوه يعني يطبعوه، راحين يتحصلوا على نفس الكتاب هذا اللي راهو موضح امامكم، يعني بنفس الترتيب بنفس الجداول بنفس كل شيء. يعني وين لقيتوا وحده ولا مركز ولا عم يقريو بهذا الكتاب؟ اذا راهو تاعي. اذا هاوليكم الكتاب، هاوليكم فيه صور، فيه الباترونات اللي كنا خدمناهم مع بعضنا في الدروس، فيه الباترونات الأساسية. إذا هذا هو حبيباتي الكتاب، وشوفوا قدباش راهو كبير لأنه فيه 3 أجزاء. إذا هذا بالنسبة لدورة الملابس الداخلية، وأعيد وأكرر راهو ليس للبيع، يعني ما نقدرش نبيعه وحده، راهو تابع للدورة، لازم تكونوا قريتوا الدورة باش تقدروا تفهموا المحتوى تاع الكتاب. هذا الكتاب المخصص بدورة الحجابات، إذا فيه 3 أنواع تاع الحجابات و3 أنواع تاع العباءات اللي كنا طبقناهم مع بعضنا، زائد الدروس اللي كنا درناهم، يعني الباترونات الأساسية، الذراع، انواع الرقبات اللي كنا تناولناهم مع بعضنا. اذا هاوليكم شوفوا ها هو الشكل تاعو، يعني كما قلت لكم بشويه لقيتوا مؤسسه ولا وحده تقري، استاذه تقري اونلاين ولا، ويخدموا بنفس الكتاب، اعرفوا باللي هذا الكتاب راهو مسروق وراحين تكونوا ضحايا لعمليه نصب واحتيال، لانهم راهم يبيعوا فيهم بمبالغ خياليه، كما مدرسه لهنا في العاصمه بدون ذكر اسماء، يعني مدرسه لهنا في العاصمه راهي تبيع فيه كتاب دوره الملابس الداخليه اللي هو تاعي، تبيع فيه بمليون ونص وحده مع انفورماسيون تاع 4 أيام ولا 5 أيام فقط. اذا لهنا راهي فريمون عمليه نصب واحتيال، لانه انا الكتاب اصلا ما نمدوش وحده الوقت الحالي حبيباتي. هادو هما الكتب اللي تمكنت من اني نكملهم ونطبعهم. اذا دوكا ننتقلوا حبيباتي للدورات المتوفره حاليا، يعني اللي ماهيش مهتمه بالدورات ممكن انها تسرع شويه برك لا فيديو، يعني ما تخليوليش تعليقات سلبيه في قسم التعليقات، لانه انا راني على بالي عندي فئه معينه اللي راهم مهتمين فريمون بالدورات، هما اللي راني نوجه لهم في هذا الكلام. واللي ماهيش حابه تسمع هاد التوضيحات ممكن انها تقدم شويه لا فيديو او حتى ما تتفرجش للقناه، ما عنديش مشكل. اذا عندي مشتركاتي بزاف اللي يحبوني ويهمهم جميع النشاط راني نقدم فيه، هادو هما اللي راني نمد لهم في التوضيحات. اذا عندنا الدورات المتوفره حاليا، عندي دوره الملابس الداخليه باجزائها الثلاث، عندي دوره الحجابات والعباءات، وعندي دوره الملابس الشتويه، وكاين هادو الدورات كامل هادو في 3 راح يكونوا بسعرهم الحقيقي. اذا راح يظهروا لكم على الشاشه التفاصيل تاع هاد الدورات، وعندي دورتين راح يكونوا هي في الحقيقه دوره وورشه، راح يكونوا بروموسيون. عندي دوره الاساسيات كانت ب 200 ألف، راح نخليها فقط ب 100 ألف، اذا نصف السعر، راهو فيه خصم تاع 50% بالنسبه لهذه الدورات الاساسيات.
راح يظهر لكم ايضا المحتوى تاعها على الشاشه. اللي مهتمة بدورة الأساسيات راح يظهر لها المحتوى على الشاشة. وعندي ورشة أيضا كنت ندير فيها ب100,000، دركا راني مديرت لها بروموسيون فقط 50,000. إذا أيضا المحتوى والموديل اللي راح نتناوله في الورشة راح يظهر لكم على الشاشة. إذا هادو كامل، هاد الدورات كامل الانطلاقة تاعهم راح تكون في 21 ديسمبر. الدورات حبيبتي كامل راهم أونلاين، يعني بوغ لو مومون مازال ما وليتش ندير دورات حضوري. إذا هادو كامل راهم دورات أونلاين عن بعد، تقراوهم في فيديوهات مسجله كما هادو اللي راني نقدم لكم فيهم في اليوتيوب، زائد جروب للمناقشه. اذا الجروب تاع المناقشه هو اللي تتواصلوا معايا فيه، راح نكون متواجده فيه دائما، نشوف تطبيقاتكم ونشوف تساؤلاتكم كامله رايحه نجاوبكم عليهم في هذاك لو جروب. التطبيق اللي نقراو فيه هو تطبيق التليجرام. اذا كاين منكم بزاف اللي ما يعرفش واش هو تطبيق التليجرام. التليجرام هو عباره عن تطبيق كيما الفايبر كيما الواتساب، طلعوه فقط من بلاي ستور وراح يطلب منكم رقم الهاتف. اذا رقم الهاتف اللي تفتحوا به التليجرام هو اللي تبعتوه لي بعد ما تكونوا خلصتوا مستحقات الدوره، راح تبعتوا لي هذاك الرقم اللي فتحتوا به التليجرام نجوتيكم للجروبات تاع الدورات اللي خلصتوهم. اذا درك نورمالمون راهو كلش واضح حبيباتي، قلت لكم الدورات اللي راهم متوفرين حاليا، قلت لكم لادات تاعهم وقت يبداو يعني في 21 ديسمبر، قلت لكم الاسعار راح يظهروا لكم على الشاشه والمحتوى ايضا راح يظهر لكم على الشاشه. اذا نبداو درك نورمالمون، درك ما بقى لكم حتى تساؤل ابار كيفاش تتواصلوا معايا للتسجيل. اذا راح نخلي لكم الرقم موضح على الشاشه، تتواصلوا معايا فيه عبر الفايبر او الواتساب ولكن بلي ميساج من فضلكم، يعني ما تعيطوليش في الهاتف لاني لا استطيع تلبيه كافه الاتصالات. اذا نرجع الان حبيبتي الى موضوعنا تاع نهار اليوم. عندنا نحتاج مترين من قماش لاكوت، ونحتاج ايضا ادوات التفصيل والخياطه البديهيين يعني اللي دائما نستعملوهم. اذا هاوريكم حبيباتي القماش تاعي، راني طويته على 4 من جهه العرض اللي يتكسر بزاف، هو راه يتكسر في الجهتين ولكن العرض اللي هو متر ونصف هو اللي يتكسر بزاف. اذا راني طويته على 4 من جهه العرض اللي هو متر ونصف، والطول هزيت كطول للجيلي كامل ولا للبول كامل هزيته متر و30 سنتيمتر. ممكن انكم ديروا اكثر ممكن ديروا اقل، لهنا على حساب ذوقكم وعلى حساب ذوق الزبونه تاعكم. اذا لهنا بما انه القماش ماهوش مقصوص جيدا رايحه نرسم خط فقط مستقيم هكذا ونبدا نحط في القياسات تاعي. اذا لهنا راح نحط 7 سنتيمتر. شوفوا راني بديت نحط في القياسات ولا في الباترون انطلاقا من الجهه المغلقه منا والمفتوحه من الاسفل، لانه علاش؟ لانه الامام تاعي راح يكون مفتوح. اذا راح نبدا من هنا من هذا الاتجاه هذا لنحط في القياسات تاعي. اذا نحط 7 سنتيمتر، نعين نقطه من الخلف، راح نهبط ب 4 سنتيمتر نعين نقطه، ومن بعد نرسم قوس هكذا. لهنا في نهايه القطعه راح نهبط ب 5 سنتيمتر هكذا، ونوصل هذه النقطه الى نهايه الرقبه من هنا بخط مائل. بما انه هذا لوبول هذا قلت لكم راح نديروه ستوندار، اذا راح نمشي ب 30 سنتيمتر مع نهايه ميل الكتف، نحط 30 سنتيمتر، ومن بعد من هنا راح نكمل بخط مائل حتى نهايه قطعه القماش. شوفوا نرجع للنهايه تاع قطعه القماش من هنايا، ونمشي بمسافه واللي هي 30 سنتيمتر ايضا هكذا، نعين نقطه ونحاول اني نوصل هذه النقطه تاع 30 سنتيمتر الى نهايه النقطه هذه الاولى اللي كنت درتها تاع 30 سنتيمتر ايضا لهنا. هذه راح نوصلها لنهايه القطعه. اذا نقص هذه التفاصيل اولا ومن بعد نكمل.
اذا لهنا شوفوا راني فصلت الامام فوق الخلف، يعني راهم فوق بعضهم. قبل ما نفصل الامام والخلف على بعضهم رايحه نجي لهنا لهذه النقطه هذه مع اعلى نقطه في الكتف، وراح نثبت لهنا بابره هكذا ونقيس الطول. اذا لهنا راني مثبته هذه النقطه هكذا ونبقى نمشي بنفس الطول. اذا لهنا راني درت 120 سنتيمتر، اعتذر منكم قبيل قلت لكم 130 ولكن راني درت 120 سنتيمتر. اذا لازم الطول تاع 120 سنتيمتر يكون مع جميع الاتجاهات. اذا نمشي ب 120 سنتيمتر ونعين نقطه، 120 سنتيمتر ونعين نقطه، ودائما شريط القياس تاعي راهو ثابت من الاعلى، يعني ما نجبدش شريط القياس، نعين فقط هكا 120 سنتيمتر لهنا. علاش ندير هاد العمليه هذه؟ باه الجيلي تاعي ولا لو بول تاعي يجي كامل قد بعضه من الاسفل، ما يجيش عنده اجنحه هابطين. لهنا خلاص راني خلصت الخلف، نقدر نحيه نرجع للامام. اذا لهنا فقط نعاود نعين النقطه اللي بدينا منها الرقبه تاع الخلف، يعني 7 سنتيمتر. اذا نحي الخلف كما قلت لكم، ومن بعد في الامام رايحه نرسم خط مستقيم انطلاقا من هذه النقطه هذه تاع 7 سنتيمتر، خط مستقيم حتى نهايه الامام تاعي كامل. دركا نقص انطلاقا من هذا الخط. نروح نديرو القطعة المنفصلة تاع الذراع. أنا راح نجيب القطعة المتبقية من القماش، كما قلت لكم راني نحيت 120 سنتيمتر والباقي بقات لي 80 سنتيمتر، يعني من المترين نهز 50 سنتيمتر كطول لهاد القطعة هكذا. راهي دائما مطوية على 4 من جهة العرض اللي يتكسر، يعني منا راهو متر ونصف مطوي على 4، منا رانا عندنا 50 سنتيمتر. اذا كما قلت لكم هاد القياسات هادو راهم صالحين لجميع القياسات من اس حتى دبل اكس ال. من هنا راح نمشي ب 30 سنتيمتر لانه رايح نلصقها مع الفتحه تاع اليد اللي كنا درناها في القطعه الاولى. كنا درنا منها 30 سنتيمتر، اذا راح نلصقها بدون كشكشه، لازم نهز نفس القيس. اذا من هنا عندي 30 سنتيمتر والطول تاع هاد القطعه راح يكون هو 50 سنتيمتر. اذا هاي لكم حبيباتي القطعه تاع الذراع. اذا في البول كنا درنا ولا في الجيلي كنا درنا من فتحه تاع 30 سنتيمتر، ودركا كملنا بهذه القطعه 30 سنتيمتر من هنا، يعني هذا الضلع هذا راح يلصق مع الجيلي. من هنا راح يكون الطول هو 50 سنتيمتر، والعرض هذا هو اللي راح يكون لهنا في المعصم، وراح نديروا فيه لاستيك ولا اون بوند ولا كيما حبيتوا. المهم هذه الفتحه هذه تقدروا تخليوها 30 سنتيمتر، كما تقدروا تنقصوا فيها شويه ويجيكم هكذا خط مائل من هنا، يعني لهنا على حساب نتوما واش راكم حابين العرض تاع الذراع لهنا، ولا راكم حابينه بزاف ويتكمش بلاستيك، ولا شويه برك ويتكمش بلاستيك. لهنا لكم الاختيار في هذا الاتجاه، سواء تكملوا بخط مستقيم ولا بخط مائل. نرجعوا دركا لهذه القطعه المتبقيه، منا هو المتر ونصف راهو مطوي على 4، ومنا هذا العرض هذا اللي بقى لنا. المهم شوفوا راح نهز زوج اشرطه، والاشرطه هذو كيما راكم حابين العرض تاع لا بوند اللي تجي في الوسط. مثلا انا ولا هزيت العرض تاع الشريط الواحد 10 سنتيمتر، معناتها العرض تاع لا بوند راح يكون النصف، يعني 5 سنتيمتر، لانه الشريط هذا راح نطويه على 2. وإلا حبيت انا الشريط تاعي يجي 10 سنتيمتر راح نهز 20 سنتيمتر وهكذا. اذا انا راح نهز لهنا 16 سنتيمتر بالنسبه للشريط الواحد، لانه لا بوند تاعي راح نحتاجها 8 سنتيمتر. اذا نهز زوج اشرطه، العرض تاع كل شريط هو 16 سنتيمتر. الاشرطه هادو علاه زيد زوج ماشي واحد؟ لانه العرض تاع القماش راهو متر ونصف فقط، يعني ما يكفينيش باش ندير لو توغ كامل من الامامين والرقبه الخلفيه. اذا رايحه نهز زوج اشرطه ونلصقهم مع بعضهم.
اذا درك شوفوا البنات، راح نجيبوا الخلف وهذا هو الوجه الصحيح تاع الخلف، نحطوا فوقه الوجه الصحيح تاع الامام، وبما انه الامام راه مقسوم الى قطعتين دونك راح نحط القطعتين تاع الامام فوق الخلف هكذا انطلاقا من نهاية الرقبة، يعني الكتفين مع الكتفين، ودائما الوجه الصحيح فوق الوجه الصحيح. اذا شوفوا لهنا راني ثبت الكتفين بابر، درك نروحو نخيطو على هذا المستوى، يعني الكتف الاول والكتف الثاني. اذا لهنا حبيباتي قبل ما نبدا نخيط، دائما كما قلت لكم هذا القماش هذا تاع لاكوت لازم نجوزو القطع تاعو كامل على ماكينه السرفله بعد باش نخيطوه، والا ممكن انه نستعملو الزيكزاك تاع الماكينه هذه العاديه فقط، يعني نحاولو ان نعوضو بالماكينه هذه العاديه بزيكزاك العادي، ولكن هو من الاحسن انه نجوزو على ماكينه السرفله هي الحل الامثل. دركا رايحة نفتح بهذا الشكل، شوفوا هاوليكم هذا الخلف هذا الامام، وهذا الخط هذا هو خط التقاء الكتفين مع بعضهم اللي كنت خيطت عليه. لهنا واش رايحة ندير، رايحة نجيب القطعة تاع الذراع اللي كنا فصلناها، نذكركم في قياساتها كنا طاويينها على 2 والطول تاعها هو 50 سنتيمتر والعرض هو 30 سنتيمتر. اذا لهنا رايحة نعين المنتصف تاعها بهذا الشكل، نعين المنتصف ونحط هذا المنتصف هذا فوق خط التقاء الكتفين بهذا الشكل هكذا، ونثبت بإبرة. لهنا راني حطيت الوجه الصحيح فوق الوجه الصحيح كما راكم تلاحظوا هاي ليكم، والنهاية تاع الذراع مع النهاية تاع الجيلي تاعي ولا مع الفتحة اللي كنت درتها للذراع. اذا دركا نبدا نخيط في هذه القطعه هذه منا النصف الاول حتى نوصل لهنا، ونزيد نخيط النصف الثاني. دركا بعد ما كنت لصقت الذراعين في زوج، لانه لصقت الذراع الثاني ايضا وحدي باش ما نطولش عليكم، دركا راح نرجعوا للنهايه تاع الذراع. اذا راح نجي لهنا للنهايه تاع الذراع ونطوي طيه على قد لاستيك اللي رايحه ندخلو في وسط هذا الطيه. اذا هاوليكم لاستيك اللي راح نديرو على مستوى المعصم، راح نهزو قد المعصم تاعي تماما ونزير فيه شويه هكذا، يعني راح يكون قل من المعصم تاعي بواحد الى واحد ونصف سنتيمتر. اذا نرجع دركا للذراع تاعي، نطوي طيه على قد هذا لاستيك هذا هكذا، نخلي اكيد حق الخياطه ونخيط هذا النفق. اذا دركا رايحه نجيب هذه القطعه تاع لاستيك هذه اللي قلت لكم راح تكون اقل من المعصم تاعي بواحد الى واحد ونصف سنتيمتر، ندخل في الطرف تاعها الاول، ندخل فيه مساك سواء تاع القش ولا تاع الشعر ولا اللي متوفر لديكم هكذا بهذا الشكل، ومن بعد هذا المساك هذا راح يعاونني باش ندخل هذا لاستيك داخل النفق اللي كنا درناه في الذراع من الاسفل. يعني دركا رايحه نحاول اني ندخل لاستيك تاعي من الجهه هذه ونعاود نخرجه من الجهه الاخرى. اذا شوفوا دركا بعد ما كنت دخلت اللاستيك في الجهتين، يعني دخلته من هاد الجهه خرجته من الجهه الاخرى، راني حاكمته بالابر فقط باش ما يتحركش، رايحين نطويو الذراع تاعنا على الجهه الداخليه بهذا الشكل هكذا، نعدلو جيدا الاطراف تاع الذراع فوق بعضهم ونغلقوا الذراع. اذا نخيط من الجهه الداخليه ونغلق الذراع.
اذا لهنا بعد ما كنا غلقنا الذراع كامل وليت للجانب الاول، يعني راني نغلق دركا في الجانب الاول. لهنا الجانبين مانيش راح نغلقهم كامل، راح نخلي فتحه من الاسفل الطول تاعها هو 50 سنتيمتر، يعني راح نتقيسوا 50 سنتيمتر من الاسفل وديروا علامه، تخيطوا حتى توصلوا للعلامه هذه فقط، ونخليو باش نديروا الفتحتين على الجانبين. اذا دركا راح نرجعوا للنهايه ونكفوا الفتحه اللي كنا درناها. اذا راح نجيو للجهه الاولى واللي هي الامام، راح نطوي 1 سنتيمتر اذا لهنا. كي نوصلوا للنقطه هذه اللي كنا حبسنا فيها الخياطه تاع الجانبين، اذا رايحه نخلي الابره مغروسه، نهز فقط البيد بيش بهذا الشكل ونبدل الاتجاه. اذا نخيط بشكل مستقيم هكذا، نزيد نخلي الابره مغروسه، نهز البيد بيش ونعاود لهنا نولي للخلف بهذا الشكل، نطوي 1 سنتيمتر ونكمل الخيط عادي. وهذه هي حبيباتي الفتحه تاعنا، هاي ليكم. من بعد اكيد كي نحدوها جيدا تحكم لافاغ نتاعها احسن من هكا. اذا راح يكونوا عندي فتحتين، فتحه في الجانب الايمن وفتحه في الجانب الايسر. نفس الخطوات دوكا اللي كنت درتهم مع الجانب الاول رايحه نعاودهم مع الجانب الثاني، ومن بعد نعاود نولي لكم في الخطوه المواليه. دركا نرجعوا البنات لهاد الشريطين هادو اللي كنا نحيناهم. كما قلت لكم راح نديروهم كشريط واحد. اذا رايحه نجيب الطرف الاول تاع الشريط الاول بهذا الشكل على الوجه الصحيح، نحط فوقه الطرف الاول ايضا تاع الشريط الثاني الوجه فوق الوجه، ونخيط انطلاقا من هذا الضلع هذا، يعني باش نردهم شريط واحد طويل نقدر اني نديرو في لوتوغ تاع لوبول تاعي من الامام ومن الرقبه الخلفيه. دركا نرجعوا للجيلي تاعنا ولا البول تاعنا، نحكموا الرقبة الخلفية هاي ليكم، راح نعينوا المنتصف تاعها. اذا لهنا لاحظوا هاوليكم منتصف الرقبة الخلفية. نجيب دركا هاد الشريط هذا هاوليكم، رايحة نفتحو هاد الخط هذا اللي كنا خيطنا انطلاقا منه الشريط الاول مع الشريط الثاني، رايحة هو اللي نحطه فوق المنتصف، ولكن الشريط تاعي راح نطويه على اثنين بهذا الشكل هكذا. راح نطوي الشريط على اثنين بهذا الشكل، ومن بعد نحط هذا الخط فوق المنتصف، ودائما الجهه المفتوحه هي اللي تكون مع الحاشيه تاع الرقبه بهذا الشكل. راح نثبت هذا المنتصف هذا بالابره، ومن بعد نبدا نمشي في الشريط تاعي مع الرقبه الخلفيه ومع الامام كامل. ومن الاحسن انكم تحكموا كلش بالابر هكذا، بهذا لابوند هذه ولا هذا الشريط ما يجيش مكمش في الخياطة تاعو. اذا من الاحسن انه نحكمو كلش بالابر. اذا كما قلت لكم راح نمشي مع نصف الرقبة الخلفية مرورا بالكتف، ونهبط مع الامام كامل. دركا بعد ما لصقت النصف الاول كامل، نزيد نرجع للمنتصف تاع الرقبه الخلفيه، نزيد نمشي الشريط من الجهه الاخرى مع نصف الرقبه الخلفيه ومع الامام من الجهه الاخرى. اذا دركا هذا الخط هذا اللي حكمناه كامل بالابر نروحو نعقب عليه الخياطه.
وهذا هو البنات الشكل النهائي تاع لو بول تاعنا. بون من الاسفل راني نحيت فقط زياده تاع الشريط وكفيت كفه عاديه جدا، يعني بعد ما نكونوا عقبنا سيرفيلاج ولا زيكزاك تاع لا ماشين نجوزوا الماكينه ولا نكفوا كفه عاديه. اذا هادو كانوا لي فونت اللي درناهم ولا الفتحتين اللي درناهم في الجانبين، وهذا هو لو موديل تاعنا. ان شاء الله يكون نال اعجابكم. لهنا ونكون وصلنا الى نهاية الفيديو، نحب نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.